والله فيما يخص الأمور دي وأنه مع تركيبها الشعب مش وكذا أمور وحكومة وزبية فهمات والله شو أقول لك الأمور ما هيش عجبتني أنا كذا بالضبط فهمات كنتي تشوفها أنت يا كيه تحلبلها لو ماكسيموم كلي الأمور دي ما متغيرة واحدة فهمات كلي سيبوزو أنت باش تقول لي مثال شنية الحكاية دي والأمور ومشاكل وفهمات يانا كلي نصمرها فهمات كيفاش ما عم باليش معتا كلي تخدم مخ وزبي فهمات ودنيا كما نقولوا احنا مشو باش يدوم فهمت ماشي دايما فهمت ياك الامور هذيا راهي مشو كلي نجي يعرفها فهمت وما عم بالناش بها وعينك اللي تبدا محلول عليكم من فوق فهمت ما عم بالكش ولا كذا هي امور تصير راهي على الرجال الكل فهمت يا كو انا وليت قلت لصاحبي خلني ابعد على الشر وغني له فهمت كيفاش يا كو هذيك هي انا سمعت وقلت انا والله انا حكيت هذيا راهي ما عم باليش بها فهمت كان مش وانا تقول حكايات كذا راه والله العظيم ماين فهمت انا جينا باش نصليو يا جماعه الكل ولا تتعيط فهمت هيك وعيني تحلت على الدنيا وهذيك هي راه مساحتي فهمت ليك ليك امك تعبت